11 اليوم الاربعاء اكيد صاحبتكم وضيفتكم واللي عزيزه عليكم مدام بن ابراهيم منورانا خبيره فن الديكور والاثاث المنزلي. صباح الخير لالا جيهان. لالا مدام بن ابراهيم. مدام بن ابراهيم توكو مرحبا، لاباس عليك؟ صحيح مبارك علينا وعليك بالصحه والعافيه باش ما تمنيتي ان شاء الله بكل فرحه وبكل نشاط ان شاء الله وبكل ما تمنيتي. جميلة صباح الخير اللي معنا في الهندسة الصوتية دائما معنا. قلنا لك صباح الخير طبعا. صباح النور. إذن مدام بن إبراهيم دائما معك أكيد كان جولو في كل منازل المغربية أكيد بالاتصالات الهاتفية اللي كتجينا على الرقم 0537795939. كل مرة بغت تفرح بدويرتها وبغت ضايف ناسها وحبابها، وهي كما كنقولوا ودابا العيد سورتو، واكيد العيد هو اللي كيخلينا نفكروا ونعاودوا نفكروا ونجددوا ونعاودوا كذلك نفكروا في الدار ديالنا كيفاش خاصها تكون. تمام. نعم، مع العيد اكيد كيجيو الزبائن عندكم، شنو اللي كاين اللي مطلوب؟ شنو الناس كتبغي تبدل وشنو كتبغي تغير في هاد المناسبه؟ غالبا مع العيد دابا كتعرفي الميلود الناس كتبغي تعرض على العائله والاحباب، غالبا كتبدل داك سيجور. صالون راه كيكون مجبد ولي سيجور ديال تو لي جور هما اللي كيتبدلوا بزاف. كتبغي تبدل اللون، تبغي تبدل الموديل، تبغي تبدل لا كولور، ستيل حتى هو. وكاين اللي كيكون عنده بحال دابا داك سيجور ولا داك صالون بالعود ولا ماطلا كيبدل غير الطلام طول الخديديات والريدو. وشنو دابا اللي رايج دابا كموضه في لي سيجور؟ شنو الالوان اللي كاينه؟ شنو اللي يقدر يصبر لنا شويه على راه كنعرفوا سيجور اللي جا كيجلس اللي جا كياكل اللي جا كي هذا، شنو شنو كيصبر لينا على هاد التماره اللي كدوز عليه بهذا المجموعه؟ تماما. تعرفي لي سيجور كيبغوا شويه لي كولور فرونسي اللي عنده الوليدات واللي كيجيو الحباب والعائلات، والاكثريه الناس كيبغوا الكلاغ وخا سليسه وخا كيتوسخ وخا ديك الشهوه كتبقى في الالوان الباهته ولا الالوان الفاتحه. تعرفي الالوان الفاتحه كتعطي لونفي باش الانسان يجلس وباش يرتاح. فوالا لي كولور شويه فرونسي كيجيو شويه تخيست، كيبغي مع الجو راك عارفها مع هذا كيبغي الانسان يبدل شي شويه. دونك كل ما كان اللون مفتوح كل ما الانسان كيرتاح. نعم. شنو الالوان دابا اللي كاينه اللي الناس كتمشي ليها؟ واش ممكن كتقارنوا ولا كيرتبط اللون مثلا بالموضه ديال الازياء مثلا؟ يمكن لوكوغاي ولا اللون اللي هو لوكوغاي كلشي كيعرفوا، واش ممكن ياثر مثلا عندكم على 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 الاثواب وعلى الالوان والاشكال؟ با فورسيمون، كيبغيو شويه الناس بحال دابا في ليتي في الربيع غير داك لاطوش ماشي كاع يكون كل لوكوغاي. تعرفي لوكوغاي شويه مجد العينين وتقدر الموضه تدوز وهو يبقى والواحد يطلع ليه في راسه كما كنقولوا، وما تقدرش دير صالون كل لوكوغاي ماشي بحال المونطو ولا شوميز ولا دونك الصالون الا بغيتي دير فيه داك لوكوغي دير غير دي جوتي ولا غير دي بتي كوسان صغيرين هكذا كتلوحهم في لو صالون، وبيان سور تكون لا كولور كلير دائما. نمشيو معاك لي ريدو، وحنا كنعرفوا بان جدودنا وموادنا كانت عندهم تليجه وجوهره حاضره في صالون البلدي. تماما. باقا رايجه باقا كاينه؟ مازال ما كديموطاش تليجه، مازال تليجه، مازال جوهره، مازال مازال جوهره اليد تخيط باليد حتى هي باش كتبقى بلديه، ولكن هذا الشيء كيبقى في الصالونات الكبار يعني مازال الناس كتبغيها بزاف. كيدوروا يرجعوا الجوهره والتليجه دائما في الصالون المغربي. دائما في الصالون المغربي. نعم. مدام بن ابراهيم عقلتي على واحد لي ريدو اللي كانوا كيتخدموا باليد؟ تماما. كيتخدموا بالطرز وبالالوان، ودابا تقريبا القيمه ديالهم يعني الماديه يعني طالعه وغاليين بزاف. اونتيكيتي باقيين ولا يمكن غير اللي بقاو بحال اونتيكيتي كما قلتي، غير اللي بقى مثلا على بعض الاسر، واش باقيين كيتخدموا؟ باقي عليهم الطلب؟ ماشي بزاف، ماشي بزاف، لان باش تخدمهم صعيب وما تلقاش زعما اللي يخدم لك بداك التقنيه وداك اللي كان شحال هادي. دونك دابا ديك النيه. تماما، داك التقنيه وداك النيه بحال اللي قلتي ما بقاش. نعم. دونك ومازالين الناس اللي عندهم كيجيبوهم لينا، وكنعاودوا بحال دابا الا تفرتقوا ليهم ولا شي حاجه كنعاودوا، لان تعرفي كانوا مخدومين غير باليد ما كاينش لا ماشين. نعم. كنعاودوا نقدوهم لهم وكيديهم ديكلاساج، كيبقى بحال شي حاجه موروثه، كتلقى ورثتها على جداتها ولا على ماماها ولا شي حاجه، دونك كتبقى لها بحال
بحال شي حاجه موروثه بحال ان بيجو ولا شي حاجه. نعم عرفتي دخلتيني للويراثه لشي حاجه ولاتي. شنو اللي كيتورث يعني على غرار الريدو؟ شنو الحوايج اللي في الدار اللي ممكن يتورثوا مدام بن برعيم في الاتات وفي شنو اللي من اللي نخليه مثلا اليوم ونحافظ عليه ونقول هذا نعطيه لبنتي غدا ملي نتزوج ان شاء الله؟ شنو هي الحاجه اللي نحافظ عليها في الدار؟ شتي هذه الفكره كانت عند والدينا بزاف. نعم نعم كانت عندنا بزاف هاد الفكره، ولكن دابا تعرفي مع الوقت ما بقاش الناس ما بقاش كتخدم بحال شحال هادي مع الخدمه الله يحسن العوال الجميع. دونك نعم مدام بن ابراهيم، دونك الاكثريه ديال الحوايج اللي نقدروا نورثهم اكثريه الحوايج اللي نقدروا نورثهم من وليداتنا الطرز مثلا لي زهم تروزين ديال الفراش ديال بيت النعاس ديال العرس ديال لا مامون كتبقى لبنيتها مثلا في صالون بلدي داك الفنايق ديال الصاله. الفنايق شنو هما الفنايق؟ الفنايق هما داك الصينيه بلديه اللي كانت كتحط في صالون بلدي وفيها داك ما عرفتش المجامع كتقولوا المجامع تماما الى تذكرت المجيمعات كما كنقول لك كتحط فيهم السكر واتاي هذاك الفنايق ديال الفضه الفضه ولا النحاس هادو كيتورثوا حتى هما حرام يمشيو ولا يتفرقوا ولا يضيعوا فوالا اللي عنده زعما يحاول يخليهم لوليداته ولا اللي هو نيت يديرهم في الصالون المغربي رجعوا ليهم الناس كيحطوهم في الصالونات رجعوا ليهم وداك الغطا ديال الصينيه حتى هو مطروس حتى هو زوين كيبقى موروث هاد المسائل كلها كتورد وبطبيعه الحال ما نهضروش على الاخلاق وعلى داكشي اللي كيتورث من ماما هذيك هي الاولى هذيك هي باش كتعيشي بالاخلاق الاخلاق نعم الاخلاق والمعقول وهادشي خصو يتورث هو الاولاني في وليداتنا وعاد من بعد الشيء الاخر. نعم ناخذ مكالمه هاتفيه. حليمه من تالودا صباح الخير. حليمه صباح الخير. صباح الخير. لاباس عليك لاله؟ لاباس عليك. كي صبحتي؟ الحمد لله الحمد لله ربي يخليك ضحكه بعدا وناشطه مع اللي ما يتسالك. كنتبعوا النصائح ديال الدكتور الجديد. مرحبا لاله حليمه. بارك الله عليكم بارك الله على البرنامج ديالكم حنا كنشكركم بزاف. الشكر ليك حليمه وشكر لكم المستمعات. بارك الله فيك يا حليمه. تفاعلت مع الوليد اللي عاودتي دابا حيت خرجت امه في الليل عطي بقى فيكم بقى فيكم بقى هي على حد انا هادي ما عرفتش ديكم راه كاعده. ايوا لا اله الا الله كاين اللي قلبو قاصحه لاله حلاتها. نشكركم بزاف ونحبوا الدكتور مع الضيفه اللي معك مدام بن ابراهيم دائما مدام بن ابراهيم هي كنشكرها حتى هي وعندي لها واحد السؤال الا كان ممكن الله يخليها. مرحبا تفضلي. انا عندي واحد البيت ديال الوليدات عندي عادي جوج بنيه وليد والبيت المساحه ديالو صغيره. وما باقي ما صبغت ولا حتى شي حاجه وبغيت نشوف شكون اللي بغيت ندير حيت عايزين جوج بنيه وليد ما عرفتش شنو اللي بغيت ندير. عندك بجويجات في البيت البنت والولد؟ انا عطيني بجوج في البيت كل واحد ناعس في الحف ديالو في الفراش ديالو. كل واحد داير لي الحف ديالو في نفس البيت ولكن البيت صغير ما عرفتش شنو اللي بغيت ندير. شحال تقريبا؟ شحال تقريبا البيت شحال فيه؟ عايز 3 متر مربع. 3 متر كارية. ايه كارية. ودرت فيه المريا ديال الحيط في أربعة البيبان جوج بيبان لواحد ولكن المساحة هذه بقات غير يلا فيها الحف نازي والحف نازي واحد شوية في الوسط. والبنيته والوليد صغيرين ولا كبار؟ أه؟ البنيته والوليد صغار ولا كبار؟ الوليد عنده دابا دخل في 10 سنين في هذا الشهر في هذا 2015 دابا والبنيه تبارك الله. ايوا الله يخليهم لك. و تقدري تلعبي بلي بابي بام بحال دابا تديري الحيط في الحيوطه في البيت او لا باش يجيك مع الفراشات ويجيك مع الوليدات بجوج وحيط واحد في ديري فيه بابي بام الوانات ديال الوليدات راك عارفه دابا السوق عامر بهم باش يبغوا لك البيت. حيط واحد ندير فيه جوج الوان. حيط واحد ندير فيه جوج الوان اللون ديال البنيه واللون ديال الوليد. غتحاولي تاخذي البابي بان فيه اللوينات باش ما ديرش هذاك الجوان. تماما ديري اللوينات باش يجيك مع الولد ومع البنت. مع الولد ومع البنت. تماما كاينين موجودين في السوق. صافي عرفتهم. كنشكرك بزاف مدام بن ابراهيم. مرحبا بك مرحبا بك وعواشر مبروكة. شكرا لك حليمة شكرا لك حليمة نتمنوا غير تكونوا راضيين وتمشيو ناشطين معنا. سعيدة من الدار البيضاء مرحبا بك. صباح الخير. صباح النور لاله سعيده. صباح الخير. صباح الانوار سنه سعيده وشكرا بزاف بزاف لاله جيهان وعلى مستقبلات المكالمات وعلى مدام ابراهيم. الله يمتلك كل الاخوات راه متعاونين معنا اليوم كيعملوا المكالمات. الله يخطيكم. الله يعطيك وشكرا دكتور السديدي.
مرحبا مرحبا. يعطيك الصبر. عندي شي تخربيقات واخا كثر، ولكن دغيا نحاول. تخربيقات ما تقوليش تخربيقات، تخربيقات ما كاينين. حنا هنايا كنخدموا بجديه. شنو عندك؟ عندي حبيبه واحد كان عندي جوج بيوت ودرت ترانسفورماسيون، بدلت دابا ولا عندي صالون صغير محلول على واحد اخر. هذا الصالون الصغير في حيط واحد وحيط جهه فيها كوليس وجهه محلوله منين كندخلوا، والحيط الاخر فيه باب ديال صال دوبا. وي جا مقابل مع واحد اخر صالون اخر، لكن ديك صال دوبا جات شويه مطرقه. دونك عندك حيط واحد في الصالون صغير فيه غير تقريبا شي 10 متر كاري ميم با. مزيان. ما عرفتش باش نفرشو، ما عرفتش ندير لي داك ميريديان، قلت غير جهه وحده ولا ال ولا ما عرفتش. لا هو عندك صالون شويه كبير فيه 10 متر كاري، راه كبير كمان. ما كاملاش 2 متر كاري، ما كاملاش شي 3، قولي 9 و تكون شي 3 على 3 مثلا بحال هكاك تقريبا. ما عرفتش نفرشو. وعندي واحد اخر في الجهه الاخرى، يعني فارقهم صال دو بان بحالو حتى هويا، فيه كوليس كيطلع على الزرده وحيط وجوج حيوط، واحد قبلت واحد وباب وشرجم صغير محلول على صالون اخر. هذا هو ما عرفتش واش نفرشو، فكرت انني نديرو الصناعه التقليديه. ما عرفتش، مشيت قلبت في ديك الصناعه التقليديه كاينه في الدار البيضاء. يعني ما لقيت فيها والو كما كيقولوا تبكي عليها. والو ما لقيت، ما عرفتش فين نلقى شي فراش الصناعه التقليديه. انا غادي نرجع معك غير واحد الجمله قلتيها بالزربه، قلتي كيطلع على الجرده. كيطلع على الجرده الكوليس. بجوج كيطلعوا الجرده، فيهم كوليس من جهه واحد فيه غير حيط واحد، والصويلي الاخر حتى هو اللي فيه تقريبا 9.5، فيه جوج حيوط واحد مقابل مع واحد والكوليس مقابل مع الباب منين كندخلوا. هو مع هو اللي بغيت ندير الصناعه التقليديه مع الاسف ما لقيتش. هذا من جهه، وكاين صالون او ال هو اللي كيطلع على الاخر، فيه بغيت نفرشو ما عرفتش انا دايره تدلكت ديك الملسه هذيك ستيكو في الكريم. باش بغيت عندي فراش خصني نديرو اون ال باش نصحيني اللوينات والخاميه والضريبيه. الله يطول عمرك. نبداو معاك دقه دقه ونبداو معاك بيت بيت. صافي اختي سعيده ياك؟ اييه واخا. يلا مدام كرواوي. مدام ابراهيم نقول لك هذاك لو سيجور، هذاك السيجور اللي عندك فيه 3.5 على 3.5 اللي كيدير الجريده، هذاك تقدر دير فيه بحال اللي قلتي صناعه تقليديه. كاينين لي فوتوي، كاينين جليسات ديال التقليدي كيجيو زوينين. ما عرفتش فين نلقاهم، ما عرفتش فين نسرش. كاينين في مراكش، كاينين عندنا هنا في الرباط، حنا كاينين في الولجه. في الولجه كاينين. كيكونوا ديال العود ولا ديال الارابيسك ولا ديال العود مخدومين بلو سيدغ، كيجيو زوينين دي فوتوي. وانت هما كلهم سيدغ ولا افريكا افريقيين هادشي الا كان جيب شويه كاين. واش سعيده زعما واش كاين باش تخسري واحد؟ الحمد لله الحمد لله. غير هذاك ديال ما يكونش ثقيل، بغيت يكون خفيف يكون حلو. هذاك ديال لو سيدغ كيجيك زويون، غادي دير بحال دي فوتوي ودير فيهم الحيفات صغار ودي بتي كوسان بداك التوب ديال الصبره باش يجيك شويه يطلق على الجرده، يجي شويه فيف. وهذاك اللي في حيط واحد، هذاك اللي في حيط واحد عندك حتى هو كبير، يمكن لك دير فيه ال مثلا، يمكن لك يعطي ظهرو للصالون الاخر. ماشي مشكل الجهه اللي خاويه، ماشي مشكل. ال مزيانه كتنفع. فوالا عندك ال في لو دوسي ديالو، يعني غادي يجيك مقاد. باش نفرشو عندي فيه دي بوند مصابغه في دي بوند، توا في هادشي ديال هادشي ديال الستيكو. هذا لا ماشي ستيكو، درت ما عرفتش كيقولوا لي العنبره. العنبره دي بوند. العنبره دي كولور كليغ اللي درت، لي كولور كليغ. دونك غادي تبازي على شي لوين مفتوح اللي يجيك مع الدار كلها، ويعطيك لك ليغاج ويعطيك لاسباس، لان كل ما كانت لا كولور مفتوحه كتعطي لاسباس. دونك الا درتي ال غادي يعطيك لاسباس. ان بلون كاسي ولا بيج ولا ان غري كلير مثلا، الا كيعجبك لو غري كلير حتى هو كيجي كلاس. الريدو الله يعطيك الصحه ديال الاول ولا هذا تا هو الخاميات يعني. الريدو عندك قلتي بورت كوليس، كوليسونت كتخرج للجرده واقيلا ولا شي ياك كتخرج. يمكن لك دير لي ستور جابوني الا كتعرفهم، دابا راه موجودين في السوق. كيجيو بلي بوند، كيجيو بلي بوند بحال دابا لو سارونتين ديالك. شوف اللوان اللي غتخدم فيه، الا غدير مثلا انغري مع اللون اللي داير في هاد اللي ما فيش الحمام الاخر، اللون داك الغوج بريك كلير ديال دونك الغوج بريك كلير داك زويون البريك في الكلير.
دونك غتلعب في البلون كاسي في لي ريدو باش يجي عندك لون موحد، ما يجيش كل لون بوحديته. عندي دوبل ريدو، يعني التحتاني كلير والفوقاني. الا بغيتي، الا بغيتي دير فوالي دوبل، انا كنقول لك الا بغيتي دير ستور في هذيك لابورت كوليسون كدير لي ستور بلي بوند مثلا بلون كاسي ان روج بري كيكون كلير بلي بانو كيمشيو. منين كتدوز الريدو كيبدا يبان لك الحيط بحال اللي فيه دي بانو، منين كدوزو راه كتبان لك لابورت كوليسونت ديالك. كيجي زوين ويجي كرومي ويجي خفيف لان عندك الكوانت ماشي كبار بزاف. هاد لي ستور فين كيتباعوا مدام بن ابراهيم؟ كاينين موجودين في الدار البيضاء. سعيده راها في الدار البيضاء. كاين في الدار البيضاء ريستور جابوني هذا في البيت اللي فيه صناعه تقليديه. اييه اييه. لا ماشي اللي كيطلع، اللي كيطلع على الجرده. جوج كيطلع الجرده اللي فيه لابورت كوليسونت اللي فيه حيط واحد. اييه هذاك غادي دير فيه ستور جابوني. وهذاك الاخر اللي غنديروا فيه الصناعه التقليديه ما غايجيكش معاه جابوني لان جابوني رومي. تقدر دير غير ان فوال زوين يمشي ويجي هكذا ان بو تيسيو يكون رفيع في البلون كاسي وتخلي يعني الصالون ليبغ ما تكثرش عليك. والاخر اللي كبير شويه اون ال فيه شرجم. فيه شرجم؟ فيه شرجم كبير شويه مضوي. هداوي هداوي. وعندك شنو توا فيه ال؟ توا ال بالدوسي دايره فيه تلفزيون. عندي واحد الكنابي وكان بغيت نبدل الالوان ما عرفتش اش من اللون ندير. عندك فيه فوتي وعندك فيه ال شنو عندك فيه؟ حيت قلتي كنابي. كنابي اون ال وكاين تلفزيون يعني. دونك عندك كنابي اون ال وفيه تلفزيون دونك بحال سيجور كتجلسي فيه. سيجور سيجور وي. غير اللون ما عرفتش عندي الكريمي في الحيط ما عرفتش اللون اللي ندير واش نقدر ندير اي لون ندير مثلا الزرق. الا كيعجبك الزرق وي دابا الزرق كاين واحد البلو بيترول تريز على مود الا كيعجبك. ودير كيجي زوين ويهز لك شويه الوسخ مع التلفزيون والماكله ودير معاه ان ستور ستور باتو يكون كيطلع هذا ما يكونش ما يكونش لي بانو. يكون ستور كيطلع دابا راه موجودين عندكم في كازا راه كاينين. كاين مع الاسف درت دوبل غيدو ولكن ماشي مشكل. درتي دوبل غيدو مزيان مزيان. درتي فوالو دوبل دوبل باغ دو باغ درتي دابا ما جاكش شويه عامر مخنق باقا ما فيش خفيه خاميه غير بروفيزوار. غير بروفيزوار غير مبرقه بيه وصافي ودير الا اذا ما الا كان سي بوسيبل دير ستور يجيك ان ستور زوين في البلون كاسي ولا شي لوين هكذا مع داك البلو يجيك زوين. او طابي في نفس التابي لا ما ديرش في نفس اللون ما ديرش في نفس اللون دير كريم دير كولور طوب. اييه كتجي زوينه مع داك البلو بيترول. واخا خليك زيد ولا بركه. مرحبا مرحبا زيد يا سعيده. واخا سعيده سعيده الزياده ان شاء الله من وراء هذا الاختيار الغنائي. اذا من الدار البيضاء باقيين مواصلين معكم متواصلين معك ومدام بن ابراهيم. سعيده فين غتدينا عاوتاني شنو غنفرشوا فين غنمشوا فين غنجلسوا؟ مرحبا سعيده مرحبا. انا دايره صالون بلدي. عندي صالون بلدي كبير فيه 7 متر في الطول والعرض شي 4.5 وهذا عندي واحد التعويجه شويه ولكن في لي دو كوتي ما كتبانش. انا غير سؤال واحد سعيده دارك تبارك الله شحال فيها؟ كبيره تبارك الله عجبتني شحال فيها؟ كل شيء فيها 500 جهاز. تبارك الله تبارك الله. في سونطال ديال كازا ولا قريب ولا بعيد؟ شويه شويه 90 الشق. تبارك الله تبارك الله. الله يزيدك والله يزيدك من نعمه. الله يبارك فيك طول عمرك حبيبي. قلتي هذا صالون بلدي؟ هذا صالون بلدي ودايره ليه فيه الزليج البلدي مليد والفوق دايره الخشب العود. داك العود اللي هذا منقوش وزليج بلدي مفرشه ولكن بغيت نبدل هذا الطلامط بغيت نبدلهم. وفي السداد كندير هذيك الفورميكا بغيت نحيدها لان تقشرات خسرات. وبغيت ناخذ راي مدام بن ابراهيم وتعطيني الطلامط اش من لون ندير واش من توب. وعندي جوج 4 شراجم جوج صغار من هاد الجهه وجوج من هاد الجهه بغيت اش من ديدوات اش من لون تاهما كذلك واش حيت كاين اللي كيقول لي زعما مقوسين شويه خليهم غير هكاك ولكن مع الشمس كتبهتات لي هذا الطلامط. انت شنو دايره دابا في الطلامط شنو اللون اللي دايره؟ دايره واحد التوب ما عرفتش سميتو قديم شويه شي 6 سنين هذه وانا دايره ولا اكثر في البلوسيل في شويه الصفر. واسمح لي نسولك انت قلتي عندك تدرب بالفورميكا كتهضري على الطوابل؟ العود دونك العود عندك ذاك الفورميكا القديمه اللي كانت واقيله؟ لا هاد اللي يلاه زعما كاينه جديده كتبوق تماما. والحيوط عندك بزلج البلدي ياك؟ بلدي
باليد. ايوا ما عليك غير دير الخشب بلدي. او هذا اللي شجعني الخشب ان البلافون هو فيه العود يعني. ايوا ندمت اللي ما درتوش نهار الاول. وانت زعما تبارك الله عليك باينه كتفهم ماشي شي وحده اللي ندمت مع الاسف. اللي غادي تبع دير النقش البلدي اللي عندك في البلافون هو اللي غديرو في الطوابل ما نهضروش عليها غادي لان باش يبقى لك صالون بلدي. كاين القضيه كاين ديال العود يديرو ليه في اللون في اللون اللي كاين في الحيط. بيان سور النجار النجار غادي يدير لك النقشه اللي عندك في البلافون لان هذيك كتكون بلديه فيها داك النجمه فيها داك. اييه دونك غادي يتبع لك هذيك النقشه اللي عندك في الحيط في البلافون يديرو لك في السداري. واخا والطلامط والطلامط حيت عندك دابا صالون كثير فيه الوان. واحد الفكره مدام ابراهيم اللي على خاطر كنت نعم. واحد المجله صالون كبير فارقين على جوج دايرين دو طابي لانني بغيت نسولك على الزربيه جوج زرابي والوسط بين الزرابي كاين واحد المتر غير الزليج كيبان ما فيش وفي الوسط ديال اللي مقابل مع الباب دايرين واحد لاكوموند فيها دي ديكور واش نقدر نديرها ولا لا. وشنو انت عندك هذا الصالون فيه لي ميغبا محصر بالحواطات ولا شنو؟ ولا عندك محلول؟ محلول صالون محلول محلول على مقابله مع اون بيتيت شوميني. دونك عندك صالون بلدي محلول وفرشوا بلدي ديالك 100% ولا بغيتي ما نفرقوش من الوسط. لا لا علاش تفرقوا انت عندك انت عندك الزرابي لانهم ثقال شويه. شنو عندك في الارض؟ عندي رخام. وعندك رخام دير غير زربيه في الوسط ما ديرش انت جوج زرابي من القاف للقاف. في الجناب تبقى خاويه. لان عندك رخام مخيب ماشي مشكل. وحتى داك الطبلات الوسط راه ما تيش ديرها ما ديرهاش باش تبغي من ناكلو. كان شي حد كتاكلي في صالون بلدي؟ لا كان شي حد. يمكن لك ديرها ديرها ماشي مشكل. عندك صالون كبير واخا دير داك الطابله في الوسط ماشي مشكل. ولكن الطابي عندك الرخام بلا ما تغطيه دير زربيه في الوسط بلديه دير زربيه بلديه رباطيه اللون تبقى لك في الكغونا باش تمشي لك مع اي لون. عندي وحده ولكن حيت قلت راه صغار جاتني صغيره على الصالون كان عندي صالون قبل اخر قلت زعما نبدل ندير جوج داكشي. اما هذه راه تجي في الوسط كيف ما قلتي لي عندي اذا نخليها. لا كون كان عندك زليج واخا نغطيوه عندك الرخام حرام يتغطى. دونك دير زربيه في الوسط رباطيه بلديه تتفاصون وطليم تاخذ لون من داك اللوينات ديال الزليج اللي عندك ما يكونش كثير باش ما يجيكش بزاف ديال الالوان. بحال الزرق كيكون الزرق غالب كثار الخضر الخضر حتى هو كيبقى مغربي 100% بحال دابا شي مبر في الخضر ولا هذا ما يكونوش فيه بزاف ديال الالوان. يجيك زوينه البلو بحال اللي قلتي حتى هو كيجي زوين الا كان ان بو بلو يجيك زوين. الكرونا حتى هو كيجي زوين الا عندك شي لوين ديال الكرونا في الزليج. كاين قليل كاين ولكن كاين قليل شويه كاين قليل. ايوا غيزون دو بليس باش تخرج لك باش يخرج لك ما يجيكش كثير. والخوامي سمحي لي صافي. الخوامي شنو عندك قلتي تراج مقوسين عود ولا شنو؟ ولا الومنيوم؟ بالعود. بالعود ماشي زاج العراقي. لا العود اش كيقولوا الاول اي عندك الكوادر ديال العود ولكن الزاج العادي. الزاج عادي هو دير فوال الروكو. لا دير فوال ودوبل باش يجيك الصالون تول. دوبل دير فوال فوال تليجه ولا جهاره ولا اللي بغيتي الوان بحال حسب ديما ديما الباج دوغي في صالون بلدي باش ما يجيكش بزاف ديال الوانات عندك لان زليج كثير وعندك سميتو البلافون فيه العود وغديري طوبل ديال العود وهذا اللهم دير داك الباج دوغي يمشي لك مع كل شيء ويعطيك لك ليغاج في الصالون ويطفي لك شويه زليج. الله يعطيك الصحه. سعيده شهيتينا في هالطريقه هذي نجي نشربوا اتاي شي ميجي مرحبا مرحبا ما شيطه شي 200 متر وشي شي شي دوره. مرحبا مرحبا الله يعطيك من نعيمه يا ربي للجميع الصحه والعافيه ولهنا هذا هو المهم. شكرا لك سعيده شكرا لك خير لك غيتا من نادور السلام عليكم ومرحبا بك. السلام لاباس عليك غيتا؟ عليكم لاباس صباح الخير عليكم. صباح النور ماما الفاش ليك تشعلي لينا الراديو؟ ماما الفاش تشعلي الراديو غيتا؟ انا كنعرف تولي صباح في الدار تيتصمت عليا من الراديو. ايوا قولي هز الراديو ومشي للصيح ولا يمشي حدا البالكون. انا بعت عليه. يلا سيدي الله يرحم الوالدين شي بليصه باش نهضروا مع غيتا ونتواصلوا معها. غيتا تفضلي. صباح الخير مدام ابراهيم. اهلا غيتا صافا؟ الحمد لله مباشر مباركه. الله يبارك فيك الله يحفظك. سميه عزيزه هاد سميه غيتا سميه سميه عزيزه سميه عزيزه هادي بارك الله فيك. الله يبارك فيك الله يبارك فيك. انا عندي واحد جوج صالونات على باب الدار من فتدخل تلقى جوج صالونات واحد على يدي دليمن مربع فيها 4 المتر على 4.5
مفرش فيه طلامات عاديين ديال الشونيس في الماء وفيه مريضات في الموطاد وطبالي وكل شيء. والصالون اللي قبلتنا هما أصلا جايين حيط واحد يجيبون فيهم جوج شراجم من فاساد حيط واحد يفهمتي الفكرة يجيبون واحد قبلتي وقلتهم غير الميغبة هذاك اللي قبلتنا الداخل فيه خمسة على ثلاثة ونص يعني مستطيل عندي ليلو غير طلامت عطاتهم لي الوالدة ديال بن شريف قدامين مزيانين بصحة وراحة زوين مازال مقيل هاد طلامت الأرض بيضاء وفيهم رضيخات في الوريضات ديالهم في الفجلي والسمني والسقلي وشوية السماوي السمني عرفتي الواقع هذه ديال بن شريف عرفتها انت ماشي من الناظور واقيلا غيطة لا بن شريف صغير باين عليك واش من السمني عرفتيها صافي من هضرتها ومن السمني هذه ديالنا هذه واخا ايوا ايوا لالا غيطة صافي عندي له غير طلامط وخديت له زربيه بلجيه رباطيه في الكورونا ايوا تبارك الله عليك وبغيت نسول دابا واش الحوف واش نديرو في داك الفجلي باش يشعلوا الطليمطات الحيفات الفوقانيين يجيوك زوينين غير انت ما ديرهمش غادي ديرهم بداك المطروز الفاسي عرفتيه عرفتو هذاك غادي يجيك مزيان يبقى تبقاي في لو ستيل كله بلدي يعني البهجه بلديه وهذاك المطروز الحيفات غيجيك زوين في الفجلي الفجلي حتى هو نديرو ماشي شي لون اخر لا 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 يجيك حسن لان غادي يخرج لك داك الوريضه اللي عندك في الوسط والطبالي حيت مازال ما درست العود طبالي شنو اللون زعما ندير اللون ديال الطبالي صافي ديغ اللون ديال الفيرني الفيرني فوالا اللون الفيرني شوف انت الاستراجم كيفاش جايين عندك المابل ما عرفتش انايا المهم غدير العود اما الفيرني كيبقى الاختيار ديالك اللون ديالي الاختيار على حسب الكوادر ديال السراجم على حسب شنو عندك الباب شنو عندك فهمتي لا ما فيه بيبان صالونات مفتوحين ما فيهم لا بيبان لا حتى شي حاجه والكوادر السراجم الالومنيوم عندي في الماغون الالومنيوم في الماغون ايوا صافي دونك غادي دير العود في الماغون داك الفانكي تري زان لا مود وندير طبله وحده فيه كبيره في الوسط ولا شوندري داكشي مازال ياك مازال البلدي كيبقى غير طبله وحده باش ما تضيقليش البيبان جوج غيضيق لا بزاف جوج وحده بركه بلا ومع لي سوندغي مدورين ماشي مستطيلين بحال زمان لا 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 لي طاب سوندغي على حسب الطبله اللي غدير الوسطانيه الا درتيها كاري غدير لي طاب سوندغي ريكتانغ لا كاري درتيها مدوره ولا مدوره تماما درتيها متمنه راه غدير لي طاب سوندغي متمنين لان لي طاب سوندغي كيتبعوا مهم كيتبعوا طبله هي مهم مزيان غيتا خلاص ولي غيدو درتهم في داك الباج دوغي مزيان بحال الموطارد باش يجيو مع بحال حيت الراجل جاي ياك بحال خصهم يكونوا تماما بحال مزيان وبغيت نسالك على الزربيه ديال الصالون البرادي اللي ملمط بالموز وبغيت حتى هي نديرها في الكرونا تجي مزيانه وي عاد غادي تشريها؟ عاد غادي نشريها ما عنديش تلقاني يجيك مزيان ولا ندير شي لوين اخر نخرج على ضربيات الصالون الا بغيتي يجيك يكون احسن من الكرونا واش من اللون ندير اصلا ديك الطلامط اللي عندي في الموز يعني غير قضاوينا ناوي عاد نفس وحده اخرى فوق شويه ايوا دير شي طاب اللي تمشي لك مع اي توب لون طاب يعني لا كولور طاب ولا هاد اللوينات اللي كيجيو مع كل شيء خلي غير البلدي هو اللي بداك اللون الكرونا مزيان غيتا مزيان مزيان دابا بغيت نسال عافاك على الصباها تنفكر نصبح دابا هاد الصالون جاي تقريبا هاد الصالونات بجوج جاي بحال واحد ومقسوم خصني ندير لهم غير لون واحد لون واحد نبغي نصبح بيان سور لون واحد شوفه وحده وش من لوين زعما اللي دارج على الموضة نصبغ به وعندي صالونات ضاوية فيهم جوج شراجم كبار دير البيض ولا المسكي عرفتي المسكي فاتح ولا البيض بحال السمني بحال السمني غيتا تمام فاتح يعطيك ليكليراج ويعطيك ليسباس واخا ضاوي زعما صالونات مزيان كل ما كان ضاوي مزيان ايوا ندير المسكي حيت انا بغيت نخرج على البيض داك البيض التقليدي هنا به دير المسكي المسكي كيجي زوين في العنبره شكرا بزاف وبارك الله فيك العفو مرحبا بك مره اخرى ناخذ اخر مكالمه هاتفيه رضوان من العيون صباح الخير الو سي رضوان لاباس عليك السلام عليكم كلشي مزيان نحييكم على هذا البرنامج حنا كنحيو كل المستمعين شكرا لك سي رضوان بارك الله فيك انا تنهضر معكم من العمل وبغيت ناخذ واحد الاستشاره للزوجه ديالي لاننا في العمل
بحكم عندنا واحد يا سيدي ويا سيدي وهاد المراه هاد المراه يا سيدي راه خاصها تفرح بك السير رضوان. انا غنفرح بها انا الاول. تبارك الله عليك السير رضوان تبارك الله عليك. عندي مراه عندي انا مراه رياضيه وبغيت ناخذ واحد الاستشاره عندي واحد صالون انا صالون محلول على الكوزينه الكوزينه عندي انا ما عندهاش البيبان محلوله يعني كوزينه عصريه. ولكن الجليج طلع حتى الفوق يعني ودير الجليج اخر موديل يعني مارو مارو شويه ولكن في طاف الارض دير الجليج مارو وهي مفتوحه على الكوزينه ولكن ذاك الصالون صغير شويه يعني اي فراغ درنا تيجينا شويه ماشي هو هذاك. دايرين كلانت جبتهم معايا من مراكش يعني الوالده اللي اختارتهم ليا ديال المبره قرونه ياك. ولكن دابا المشكل اللي عندي هو الصالون باغا في بلون كاستي ولكن القرونه تيجي شويه ماشي كيجيك ما ومع ذاك الجليج مارون غلق ليك شويه البلاصه والقبص اللي داير ديالها بحال على شكل قبه يعني على شكل بحال القدس القبه ديال القدس في البلافون هادشي في البلافون في البيض ترى ما عندك بحكم هي رياضيه شنو الالوان اللي يمكن يجي مع وديك تعرفي الرياضيين تيجيو مشي للوان كيبغيو لي كولور كليغ. ايوا داك المبره كرونه ما غاديش يجيك سير دوان لان زليش في القهوه والقنت صغيور غير شويه والقنت صغير فوالا ملي كيكون لي سباس صغير ولي كولور شويه فونسي نمشيو للالوان الفاتحه نمشيو للالوان الفاتحه حاول تمشي كتعطي لي سباس كتعطي المساحه تمشي تمشي شويه للبلون كاسي تمشي لو بيج اللون اللي غيفتح لك شي شويه ويعطيك لاسباس ويكون شويه كي. شي خديده فاتح مثلا ممكن لكن يمشي مع المارون يمشي مع المارون بالنسبه للطابي طابي في البلون كاسي في البلون كاسي باش تعطيك ما يجيكش داك الشيء دكل نفس اللون بحال اللي قاد جيان حتى الخرشوفي يجيك زوين داك الخداد الرفات واحد البلوسيال حتى هو يجي مع المارون حتى هو زوين البلوسيال لي كولور كلير لي كولور لي كولور تيكونوا اوفير شويه كل ما كان اللون مفتوح ولا سباس صغير كيعطيك لسباس وكيعطيك لونفي باش تفرج داك القنيت وما تنساش زليش حتى هو حاكم عليك القهوي بحال اللون ديال العود دونك عندك اللوانات اللي خصك تمشي عليهم ما يمكنلكش دير زعما اي لون وعندي واحد المشكل في البيت ديال البنات مع عندي جوج بنيتات تبارك الله صغار وحده عندها سيزون وحده عندها تروازون المشكل عندهم كل واحد في البيت كل واحد عنده بيت النعاس ديالو وكاين المشكل ديالو دابا تيبدا يدابزو لا انا هادي لا انا هادي هنا واش ندير لهم لا ميم كولور بحال بحال ولا نختلف لهم غتحاول انت البنت الكبيره تاخذ الراي ديالها تفرش بيتها تفرش بيتها في لي كولور اللي بغات في البابي با اللي بغات والصغيره انت غادي تختار لها لان مازال صغيره دونك الكبيره اللي غادي تلقى فيها مشكل هي اللي غتحاول تاخذ الراي ديالها الاستشاره ديالها. رضوان واش ممكن نعطيك واحد الراي؟ ممكن افيك بليزير. الا عندك هاد عندك جوج بيوت ديال البنات ممكن تبارك الله. بيت واحد ماشي جوج بيوت. بيت واحد اللي فهمنا انا جوج بيوت اللي فهمنا جوج بيوت صافي. بيت واحد ودير لهم انا استشاره اللي ناخذ. لا انا كيسحب لي جوج بيوت كنت بغيت نقول لك. لا بيت واحد الاسباس كاين شويه كبير شويه. تعني كيسحبني جوج دونك عندك جوج بنيتات ما عندكش مشكله واخا بيت واحد مزيان. راه تجمع لهم نفس الذوق في نفس البيت. تماما شوفهم شنو كيبغيو واش كيبغيو الميكيات اللي كيبغيو لي ديسان زانيمي واش دير لهم ذوك لي نوخت ديالهم وديك تمايا. نشكركم على البرنامج. شكرا للسير ضوالي. انا كنت بنشارك في ذاك مع ذاك الدكتور وذاك الوليد اللي بقى في وبقى في ذاك الوليد اللي كان سميتو وهذا وكنتمنى انا لهذيك الام وهذاك الاب شويه عنده واحد شويه ديال باش يتدخل لان الا ما كانت واحد شويه ديال الشخصيه واحد لا باقه باش يفهم الام راه تكون صعوبه كبيره. انت تبارك الله عليك باين واعي وباين تبارك الله زوج مثالي. الله يحفظ لك بنياتك ويحفظ لك الزوجه ديالك. شكرا لك السي رضوان على المشاركه. شكرا لكم مستمعينا مستمعاتنا على كل المشاركات اللي شاركتوا بها معنا طيله هاد ثلاثه سوايع من اللقاء المفتوح. شكرا لك مدام بن ابراهيم. شكرا جيهان وان شاء الله نشوفك باذن الله ان شاء الله مره اخرى تحت الاشاره. بارك الله فيك. مرحبا. الله يزيد من راحتك.
لك. الله يبارك فيك. شكرا جيهان وشكرا لكل الضيوف اللي كانوا معنا من دكاتره كذلك وكل الناس اللي شاركوا معنا وكل العيالات اللي اصواتهم دافئه اللي دفاتنا في هذا الصباح هذا. شكرا الجميله امزيل في الهندسه الصوتيه، مريم الذهبي في الاخراج، حليمه البوبطي اللي رافقتنا في المراقبه داخل الاستوديو، كذلك بشرى بن عقال اللي بدات معنا العمل في الهندسه الصوتيه. ما نساوش همزه وصل موضوع مثير للاهتمام، تغطية صحية للطلبة الجامعيين مع عائشة أوجة في لقاء مع السيد الحسن الدودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر. رقمنا 0537709939. تواصلوا معنا. جهة المينة هذه كتقول لكم بالسلامة، نتمنى ونكون خفاف ظرف عليكم غدا إن شاء الله لنا لقاء. خليتكم بألف ألف خير.
مرحبا. غدا شي مليويات في يديك الله يرحم الوالدين، شي براد ديالها تاي. لا اتي نتوما.